طول عمرك والله ينصرك ورسل سيدنا محمد السادس. عندي لله واحد السيد حضرني كنت تفرص عليا خدام معاه عينين، وملي مشيت نخدم عنده وقفني شي سيمانات، ملي مشيت رجع عنده نهضر معاه شدني دخلني قال لي اجي نهضروا داخل في المحل. دخلت المحل ديالو بقيت كنهضر انا وياه شويه، قال لي خوه صافي صدع خرج برا وهداو كملوا الهضره. ملي قال لي راه خرجي بحالك برا شدني الولي عنق ديالي وداروا لي تحت من رجلي وقلص كيضرب فيا في الراس، وانا عندي فتحه مشكل في الراس، عندي فتحه في راسي مريضه وعندي القلب وديره الرغوص. وهذا السيد ما ظلمتوش كيقول لي عطيني غير رزقي خليني نخدم، كيقول لي سير بحال سير بحال. خرج شدني جرني لحني في الزنقه والقهاوي كلهم كيتفرجوا كيقول لي حشومه عليك هاد الناس، كيقول لي حشومه عليك السيد حكرتي على هاد السيده ما ضربهاش ما بغيت يتعدى عليا ملي ما بغيتوش دار فيا هاد المشكل شدني كيصوت فيا في المحل ديالو. قلت له علاش كتصوت ما تضربنيش؟ الوالي يعقي وبقي يقتل فيا بالعصا كل جروحه صيغاني كلشي دراعي كلشي طحت. دابا لاله شهر هذا اللي ما خدمت ما لقيت باش نعيش لا باش نخدم. قال لي شحال هذا؟ قال لي تمشي معايا فيها حرام عليك حيت راك انا معاك الملح والطعام وكنمشي حتى لدارك ونخدم لك دارك مع وليداتك ومع مراتك. هل الهضره ما تقولش لي انا وانا ماشي داك الشيء مزوج ووالد عنده 4 الاولاد وبغى يدير معايا وعنده هو عنده وحده اخرى من غير انا معاه. وقال لي انت تجي؟ قلت لي انا ماشي داك ماشي نساهمي ونساهم هذوك الناس اللي غتذكرني عليهم. انا مرا محترمه ملي خدمت معاك مرا محترمه خدامه على وليداتي الله يجازيك بخير خليني نخدم. وقفني قلت له واش بغيت توقفني؟ قولها ليا. ما قال لي ما بغاش يقول لي لا ما نوقفكش. شدني الولي عنقي وبقى يضرب فيا في عنق ديالي وقال لي الراس ديالي وانا كنغوت. ملي ما بغيتش تمشي تعدى عليا عنفني قال لي ما بغيتيش اجي نوري عنفني فكني خوه من يدو وفكوا الناس كيخبطوا في الباب في الزاج باش طلقني ما بغاش يطلقني. ملي سخفت وطحت في الارض جرني على برا لحني برا ولقاو كلشي الناس واقفين كيقول لي لا هاد السيده ما خاصكش تعدى عليها حشومه حرام عليك. شهر دابا لا ماكلة لا مشروب لا باش نعيش والو. وقفني هاد السيد هي رد بغيت حقي يا سيده بغيت حقي اي بغيت الناس مسؤولين يرضوا لي حقي وشوفوا من حالي وهاد العصا اللي كليت ما خصنيش نتوما في حقي. انا ضاعت الشرف ضاعت شرفي دابا ولا كلشي غيحكر عليا ولا علاش هاد السيد بين فيا صحته والمحل ديالو هو عنده ما عندك ما تصوري مني لاباس عليه دار لاباس وانا تحكرت مرا تحكرت لا ما ضربنيش ما نضيعش في حقي بغيت حقي بغيت حقي كنمشي للبوليس نهضر معايا تحق بغيت مسؤولين ياخذوا لي حقي. الله يجازيكم بخير والله يطول عمركم. ما عندي ما ناكل والكرا واقف عليا كتسالني الكرا والماء والضو بويت كاريه ما لقيتش خلص لا كرا لا الضو لا معيشه ضيعت حالتي ما كنلقى ما ناكل تخبيزني كنمشي لكم وسيله. هاد السيد ضيع لي حقي غندعيت والله وانا ما سامحاش في حقي ما سامحاش العصا ديالي العصا وحقي بغيت حقي يا لاله. الله يجازيكم بخير والله يطول عمركم ويطول عمر سيدنا الله ينصره والله يطول عمرك والله يخلي لي صحيحتنا. انا بغيت غير رزقي كنطلب غير حقي ورزقي من هذا السيد اللي تعدى عليا وكرفس عليا ما خلصني دابا عدو عامين وكيخلصنيش بغيت رزقي. صبرت لا كنخدم 50 درهم في السيمانه كنخدم معاه مره في السيمانه 50 درهم في السيمانه كيعطيها ليا في المحل ديالو عنده المحل ديالو كلشي راه معروف في الشارع معروف لاله كيخدم مزيان السيد خدام هوكو دخل معاه تا خو خذا ليا رزقي ملي بغيتوش نخدم. 06 96 81 11 93 الله يكثر خيركم وقفتوا معايا الله يوقف معاكم الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين.